تتضايقي لو سجلت الحوار عشان يبقى سهل في التفريغ؟ نوشور تفضلي طبعا. طيب اوكي مدام زيزي. ما بلاش مدام دي، خليها زيزي بس. اوكي زيزي، قوليلي بقى ابتديتي الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه ده ازاي؟ من 20 سنة كنت متجوزة وجوزي كان بيشتغل في الخليج، واكتشفت في اجازته انه صاحب عليا واحدة، والواحدة دي اعز صاحبة ليا، وفي مصر مفيش قانون يمنع الرفق. يعني ايه؟ يعني لو راجل في شقة ومعاه واحدة مش متجوزة مفيش حد يقدر يعمل لهم حاجة، حتى لو بلغتي عنهم ما يحصل لهمش أي حاجة. مفيش قانون في مصر يمنع ده، وما يعتبرش لا هو زاني ولا هي، يعني مرافقين. طلقتي طبعا؟ طبعا، وطبعا ما خدتش منه أي حاجة، فقررت إني أشتغل، معرفتش لغاية لما اتعرفت على رجل أعمال ورفقته وعملت منه فلوس كويسة قوي. بعديها اتعرفت على ستات ظروفهم زي ظروفي بالظبط، عرفتهم على رجالة أصحاب الرجل اللي أنا كنت مرافقاه، وابتدى مشواري اللي بعتز بيه. بتعتز بيه؟ يعني عشان القانون معرفش ياخد لي حقي قررت أستغله، وعملت فلوس كتيرة قوي من الموضوع ده. طب ده قانون البشر، ربنا بقى. أنا ما نمتش مع حد، أنا تبت. أنا كل اللي بعمله إني بعرف فلان على فلانة. أنا عارفة إنه ده غلط، بس انتي مكاني بتعملي ايه؟ ما هو في الاوتيلات واصحابها بيعملوا اللي انا بعمله بالظبط. ازاي يعني؟ يعني لو راجل راح اخد اوضه في اوتيل والست جات له، محدش بيسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بيسهلوا اللي انا بعمله بالظبط. طب قولي لي بقى، يعني طبيعه الرجاله اللي بتيجي دي بتبقى ايه؟ رجال؟ لا يعني قصدي شباب كبار فقراء اغنياء. ايه؟ كلهم متجوزين. متجوزين؟ ده الطبيعي، لأن الراجل من مراته ما بيطلبش الحاجات اللي بيطلبها من البنات اللي عندي، وما يقدرش يقول لمراته تعمل له الحاجات اللي البنات اللي عندي بيعملوها له. غريبة دي. عارفة يا إنشي، لو الراجل طلب من مراته حاجة وعملت له اللي طلبه يشك في سلوكها. الرجالة دي يا إنشي تركيبة معقدة جدا. ثانية واحدة، يعني انت عايزه تقولي لي ان لو واحد طلب حاجات معينه من مراته ما رضيتش تعملها او ما عرفتش، يبقى كده هيتهمها بعدم الخبره لانها ما اتجوزتش قبل كده وما عرفتش حد، ولو طلب منها الحاجه دي وعملتها وانبسط يعني هيتهمها ان سلوكها بطل؟ بالظبط كده، يعني في الحالتين بتتلام، هي دي المشكله الاساسيه. عارفه لما انا كنت محترمه حلوه قوي لما كنت محترمه دي، مش كده؟ كنت فاكرة ان الموضوع ده بيحصل عشان نجيب عياله بس، يعني انا برضو كان عندي مشكلة. يعني انت عايزة تقوليلي ان المشكلة الاساسية بين الراجل والست هي الجنس؟ يعني تقدري تقولي الثقافة. لو الست اتثقفت قبل الجواز يتقال عليها قليلة الادب، والراجل بيتثقف في الحاجات دي من شوية افلام مش حقيقية او من الستات اللي بيجوا في حياته وان نايت ستاند. ليلة واحدة وخلاص يعني. قوليلي انت شكلك متعلمة، انت دارسة ايه؟ أنا خريجة آداب إنجليش. أنا وصغيرة كنت بخاف من كلمة آداب دي، عارفة يعني آداب وبوليس الآداب وكده يعني. بس الآداب دي غير الآداب دي خالص. أنت عارفة يا إنجي، عشان يكون في صح لازم يكون في غلط، فهمتيني؟ ليلي أنت رينج الرجالة اللي بيجولك دول من سن كام لكام؟ يعني من 35 لخمسة وخمسين. فيش أكبر من كده؟ لا أنا بفضلهم ماكسيموم 55، بعد 60 بقى خلاص الراجل يقعد جنب مراته ماتش اعتزال بقى، دي أصلة الرجالة. مسخرة والله. هو أنت لسه شفتي حاجة؟ لا هو أنا عايزة أشوف بصراحة. بصي عارف التليفون ده بره التسجيل خالص. لا أصلك عجبتيني بصراحة، عايزة أسألك شوية حاجات. عينيا ليكي. ليه بقى الراجل اللي بيجيلك ده يعني بيقعد يشتكي من مراته بقى قبل ما يعمل أي حاجة، يتكلم كده قبل الحاجات ولا؟ زمان ايام الشقاوه زوزو. فاكره لما الواد سرق منك البوتاجاز ورحت جبت لك اهو الثلاجه والفرن؟ عارفه يا بنتي هيا، ده لازم كان ياخدوه في البوليس او في الحربيه. ده زين؟ ايوه. طب ده حتى ست ناديه الجندي المفروض تاخده في المهمات الاستخباريه بتاعتها.
على اساس ان الاستاذه ناديه الجندي نفسها كانت شغاله في المخابرات المصريه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا زوزو؟ مالك فيه ايه؟ ايوه ده انت بتتريق على كلامي ولا ايه؟ اه طبعا بتريق، بتقولي اي كلام في اي حته. لا خالص يا زوزو، هو ما يقصدش يا حبيبتي، ما يقصدش. لا يقصد بعربيه الجيلاتي اللي راكبينها دي. جيلاتي؟ ماشي يا زوزو ماشي. مش وقت تهريج انتوا الاثنين. طبعا كل واحد منكم عارف هيعمل ايه. ان شاء الله بس ربنا يستر بس. طبعا يا استاذ. تمام. زين. ايه ده؟ زين. زين انت نمت؟ يا زين. والله ايه؟ هعترف بكل حاجه دي. ده مش قلت لك لازم ياخدوا في البوليس؟ حمزه بيه، حضرتك متاكد ان زين بعد ما حلم ونام انه اتقبض عليه انه هيقدر يعمل حاجه من اللي قلت له عليها؟ ايوه طبعا. ايه يا زين يا ابني مالك؟ في حاجه؟ انا جوعت يا استاذ. طيب ده خلص العمليه ونروح على البيت واعمل لك البيض اللي انت بتحبه. عيون يا استاذ؟ عيون يا استاذ. اتاخروا قوي. استاذه ايه؟ احنا وصلنا فين صحابك؟ احنا في نفس المكان اللي اقول لك عليه. لا هم اكيد العربيه اللي قدامنا دي، ثواني هكلمهم. ايوه يا بنتي، وانت جيتي بعربية ابوكي؟ اه بعربية بابايا. انتوا فين؟ احنا العربية اللي وراكي بالظبط. بصي وراكي كده. بقولك ايه، معاكي الفلوس؟ معايا. طب يلا هاتيهم بسرعة. ماشي. انت بتعمل ايه يا زين؟ استعد يا استاذ عشان المهمة. انت تسكت خالص وما تعملش أي حاجة لما أقولك، انت مش هتنزل دلوقتي. أيوه فتحي هما اللي ينزلوا. انزلوا بسرعة، خليكوا في المحل وتحاولوا تعطلوه. أنا هرنلك على الموبايل، ماشي؟ بعد كده زين أنت هتنزل. يلا. طب وأنا يا أستاذ؟ لا يا زوزو أنت هتفضلي معايا، أنا سابك للحظات الحرجة. أهلا يا هبة. ايوه ايوه فتحي يلا انزلوا وبسرعه. حاضر يلا يا فتحي. ايوه يا بنتي احنا خرز. حاضر بصي بجد انت جيت معايا. طب يلا مش وقته. انا ماشي كده لوحدي في التجمع اللي انت شايفاه ده وما لقيتش حد اعرفه. ايه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ انت بجد ولا ايه؟ انا فرحانه قوي ان انت خرسيت يا رب، والمره الجايه قبلك عندك شلل اطفال. ايه يا بابا؟ اللي حصل لك ويا رب ونوع يا رب. انت مالك في؟ انت عامله حاجه وهربانه ولا ايه؟ انت هتكركسي؟ طب بصي بقى انا هتكلم معاكي كلمتين جوه قلبي. اللي حصل فيك ده من غضب ربنا عليك واللي عملتيه فيه. عشان قلت لك يا استاذه ايه، انا عايزك توقفي جنبي. انا مخرج كليتات محترم وعايزك توقفي جنبي والنبي. ايه شغليني معاكي في اي برنامج. طيب طب امشي انا يعني؟ ما تأخريش علي. ماشي خشي بقى تطلع. الله شوف انت رايحة فين. ايوه ايوه معلش يا جماعه، سوري يعني، سوري يا بقى، خلاص بقفل بقفل خلاص. حبيبي طب اكلمها. زين يلا دلوقتي.